تستمر قنوات اليوتيوب في الانتشار بشكل جنوني في الشبكة العنكبوتية، وتتضاعف أرباح نجوم اليوتيوب كل سنة. اليوم نستعرض لكم العشرة يوتيوبرز الأكثر دخلاً لسنة 2018. كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن قائمة أغنى عشرة أصحاب قنوات يوتيوب، والتي هيمن فيها أصحاب قنوات الألعاب، كما أن صاحب المركز الأول كان مفاجأة مدوية. دعونا نرى. البداية مع المرتبة العاشرة، لوغان بول بحصيلة 14.5 مليون دولار هذه السنة. يعتبر رمزا أساسيا من رموز الفلوجين في العالم، حيث يعمل على نشر يومياته رفقة فريقه لوغانج، بالإضافة إلى بعض التحديات والمقالب والفيديوهات الكوميدية التي يقوم بها. وقد واجه مشاكل عديدة هذه السنة عقب تصويره لجثة منتحر في أحد غابات اليابان، مما أدى إلى طرده من برنامج جوجل بريفرد وتراجع مشاهدته بشكل كبير. لكن سرعان ما استرجع هذه المشاهدات، خصوصا بعد مباراة الملاكمة التي قام بها ضد اليوتيوبر البريطاني KSI. تاسعا، بيوديباي عدو لوغان بول اللدود وصاحب أكبر قناة في العالم من ناحية عدد المشتركين، وتجاوز 76 مليون مشترك حتى الآن. حصلت فيديوهاته شعبية كبيرة، ومعظمها عبارة عن ردود فعل ساخرة لفيديوهات ومواضيع مختلفة. استطاع أن ينهي سنة 2018 وفي خزينته 15.5 مليون دولار. ثامنا، جيكس بيتايس أي، اسمه الحقيقي شان ميكلاغلين، من أشهر اليوتيوبرز في إيرلندا وأقدمهم، يتابع من طرف أكثر من 20 مليون مشترك، ومجموع مشاهداته يتجاوز 10 مليارات مشاهدة. اشتهر بلعب ومراجعة ألعاب الفيديو على مختلف المنصات، وتلقى مشاهدات كبيرة، وقد حصد أكثر من 16 مليون دولار هذه السنة. في المرتبة السابعة، فينس جيمينج مع مبلغ يصل إلى 17 مليون دولار، وهي قناة مخصصة بالألعاب يديرها اللاعب الكندي إيفان فونغ، الذي نادرا ما يظهر أمام الكاميرا، حيث يكتفي بصوته فقط للتعليق على الألعاب. ولكن بالرغم من هذا حصد شعبية كبيرة، وفي مدة 7 سنوات تجاوزت قناته حاجز 23 مليون مشترك، مع مجموع مشاهدات يصل إلى 10 مليارات مشاهدة. اشتهر أكثر بلعب ألعاب مثل كول أوف ديوتي وأساسنز كريد وجي تي اي. في المرتبة السادسة، ماركي بلاير، ونستمر مع القنوات المخصصة بالألعاب كونها الأكثر والأسرع انتشارا هذه الأيام. ماركي بلاير من القنوات النشيطة في هذا المجال، حيث يتم رفع فيديوهات يومية حول الألعاب، غالبا ما تكون على منصة البلاي ستيشن 4. وقد استطاع صاحب القناة مارك إدوارد هذه السنة أن يتجاوز حاجز 17.5 مليون دولار. خامسا، جيفري ستار، بجانب قناته على اليوتيوب، صاحب شركة جيفري ستار الشهيرة في عالم مستحضرات التجميل، يرفع على قناته مجموعة من الفيديوهات المتعلقة بالتجميل والميك أب التي تستهدف النساء، واستطاع أن يجني من قناته خلال سنة 2018 مبلغا يصل إلى 18 مليون دولار. رابعا، دين تي دي ام، البريطاني دين ميدلتون، صاحب المركز الأول كاليوتيوبر الأكثر دخلا لسنة 2017، تراجع هذه السنة ليكتفي بالمركز الرابع بدخل يصل إلى 18.5 مليون دولار، وهو أيضا مختص بالألعاب. سلسلة ماينكرافت التي كان يقوم بها انعكست عليه بالإيجاب، وساهمت بشكل كبير في إيصاله لقاعدة كبيرة من الجماهير تصل حاليا إلى 20 مليون مشترك، وقناته حاليا مدرجة في قائمة أفضل قنوات اليوتيوب في المملكة المتحدة. ونكمل مع المرتبة الثالثة، دود بيرفكت. حافظت مجموعة دود بيرفكت على نفس مركزهم في سنة 2017. هي مجموعة مكونة من 5 أصدقاء كانوا لاعبي كرة سلة سابقين، يحملون العديد من الأرقام القياسية في مجموعة جينيس، ويقومون برفع فيديوهات ترفيهية متنوعة غالبها يكون متعلقا بالرياضة، وتحصد مشاهدات عالية قد تتجاوز في كثير من الأحيان 50 مليون مشاهدة، في حين أن بعضها تجاوز 100 مليون مشاهدة. هذا ما مكنهم هذه السنة من تحقيق 20 مليون دولار. في المرتبة الثانية، جيك بول،
تمكن جيك بول هذه السنة من التفوق على أخيه الأكبر لوغان بول من ناحية المداخيل، حيث أنهى سنة 2018 وفي حسابه البنكي ما يعادل 21 مليونا ونصف المليون دولار. أغلب فيديوهات جيك بول عبارة عن فلوقات يومية رفقة فريقه تيم 10، بالإضافة إلى بعض الأغاني التي تلقى تفاعلا كبيرا من طرف متابعيه. في المرتبة الأولى، رايان تويز ريفيو. ربما قد تنصدم عند سماعك هذا، ولكن بالفعل رايان ذو 7 سنوات استطاع أن يتفوق على كل من في القائمة وأن يخرج من سنة 2018 وبحوزته 22 مليون دولار ليكون هو اليوتيوبر الأكثر أجرا لهذه السنة. قناة رايان متخصصة بتجربة ومراجعة ألعاب الأطفال، ويقوم بذلك تحت إشراف والديه اللذين هما المشرفان والمسؤولان عن كل ما يقدمه. بدأت قناته قبل 3 سنوات واستطاع أن يحقق في ظرف وجيز 17 مليون مشترك وعدد مشاهدات ضخم وصل إلى 26 مليار مشاهدة. كانت هذه قائمة بأكثر 10 قنوات من ناحية الدخل لسنة 2018. شاركونا في الأسفل مكان التعليقات، ونلتقي في الحلقة القادمة من أفضل 10 على الرقم تيفي.